شمس النهار ونورها سحر الحياة وحورها، من صانها ويزورها نثرت عليه عطورها. دي اكس ان رمز العطاء والأصالة ثوبها. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير دي أكسن، صباح الخير إخواني وخواتي ومساء الخير إذا كان وقت ليل، حياكم الله ويا مرحبا فيكم. خصوصا رحب بعضاء جروبنا المتميز على الواتساب دي أكسن حياة واحد، حياكم الله، يعطيكم الصحة والعافية بقيادة أبو يعقوب عادل الراشد، محمد عيسى، أبو عيسى، أبو رقية، أبو دانيال، يعطيكم الصحة والعافية سادتنا، وحيا الله إخواننا كلهم بالجروب وإخواننا الجدد المنضافين وخواتنا، شرفتونا ونورتونا، حياكم الله وألف مبروك مرة ثانية لاتخاذكم الخطوة الجميلة هذه باشتراك في شركة DXN. I love DXN، تستحق فعلا أن تكون حياتنا DXN لما شفناه من خير من هذه الشركة على حالتنا الصحية وعلى صحة عيالنا وأهلنا وبيوتنا، الحمد لله رب العالمين، مع المردود المادي مثل ما أنتم عارفين وفي العمل المباشر في البيع المباشر مع الشركة. أبي أقول لكم اليوم درس بسيط أو شغلات بسيطة جدا، وإن شاء الله أوفق فيها أني أوصل لكم المعلومة، أوصل لكم شيء جديد، أوصل لكم فكرة جديدة، وهي الاستقطاب عن طريق التواصل الاجتماعي وعن طريق أجهزة التليفونات والبرامج اللي فيها الموجودة، وبعض الأفكار الثانية اللي تكون معنا إحنا كمنتسبين للشركة وكموزعين للشركة. لازم تكون عندنا أفكار استقطاب الناس وطريقة نطور من نفسنا حتى نعرف شلون نستقطب أكبر كمية من الناس حتى يكون عندنا فريقنا المتكامل، وكل ما كان بزيادة كل ما كانت الأرباح بزيادة مثل ما أنتم عارفين. أول شيء نبدي على أول طريقة للاستقطاب، هي قائمة الأسماء اللي عندك أنت في تليفونك، وفي تليفوني وفي تليفونك وفي تليفون الكل اللي قاعد يشوفني وقاعد يسمعني. كلنا الحين عندنا هذه التليفونات، الأجهزة اللي فيها لستة أرقام أخوان، أهل، أصدقاء، عمات، خالات، عم، خال، جد، صديق، جاري، ربع الديوانية، ربع بالدوام، يوم من الأيام سويت لي حادث مع واحد سيفت رقمه وخليته معايا لك فيكم الشر، يوم من الأيام رحت لقيت دكتور في المستشفى أخذت رقمه، لقيت فلان، أرقام ناس مختلفة عندنا. ممكن تكون عندنا في ناس 100 و200 و300 لستة معاهم. أول خطوة نيل هذه القائمة نرتبها، المجموعة العادية، مجموعة شوي الأهم، والمجموعة المهمة حسب تصنيفهم لنا احنا. مثلا أخوي في المجموعة المهمة جدا، صديق مثلا من بعيد أو صار لي فترة مو شايفة من فترة من الناس العاديين، فنصنفهم على 3 قوائم أو على قائمتين على حسب ما تحبون، ونسجلهم. طبعا الدفتر هذا لازم يكون مهم، كل واحد عنده هذه المفكرة المذكرة هذه حتى ندون فيها ملاحظاتنا ونسجل فيها أفكارنا وأهدافنا نحققها. أنا يعني ما شاء الله تحتها وكاتبها ومسجل أهدافي ومسجل بعض الملاحظات في بعض الدروس اللي أنا استفاد منها، وأنا أكتبها وأنا أسمعها حتى وأكتبها حتى أتذكرها دائما، لأن الرسول عليه السلام يقول قيدوا العلم بالكتاب، لا تنسون هذا الحديث، لازم نقيده حتى إحنا لا يروح من عندنا. فنجيب هذا الدفتر ونسجل الأسامي وأرقام تليفوناتهم شخص 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 شخص، ونختار الوقت المناسب ونفكر بشخصية المقابل، شنو اللي يحب، شلون أتخلى من المدخل، وأقوم أدك عليه وأسلم عليه وأفتح له الموضوع هذا وأشرح له الموضوع هذا وأشرح له الفكرة هذه وأعرض له الفكرة هذه مال دي أكس أن، إلى أن نشوف شنو رأيه ونحاول نستقطبه خطوة ورا خطوة، إلى أن إن شاء الله الله يسجل معنا بإذن الله ويستفاد صحيا طبعا من الشركة بالدرجة الأولى وماديا بالدرجة الثانية. فالفكرة الأولى هي قائمة الأسماء اللي عندنا في التليفون. إحنا لما نخلص قائمة الأسماء ممكن يكون أنا عندي في تليفوني 200، ممكن أنا أخلص من هالـ200 10 يبون يستخدمون هذه المنتجات لصحتهم أو يقتنعون فإنهم يبدلون مشترياتهم العادية لمشتريات أورغانيك طبيعية من الشركة تفيد صحتهم وتفيدهم كمردود مادي، أو ممكن أحصل أقل أو أكثر. فدام إني حصلت ناس تبي تشتري إذن أنا بديت أتحرك وبديت
بديت أشتغل وبديت الحمد لله أكبر فريقي. هذه كنقطة أولى هي قائمة الأسماء. الفكرة الثانية اللي مفروض إحنا كل واحد فيها عندنا يكون موجود اللي هو هذا البزنس كارد. هذا هو كل واحد لازم يكون عنده هذا الكرت. نصمم هذا الكرت كل واحد حسب تصميمه من المطبعة، نكتب عليها المهم أن اسمي، رقم تليفوني أو أدوات التواصل المباشرة مالتي أنا اللي تخصني أنا، اللي ممكن أي حد يوصل فيها دايركت على طول. طبعا نحط معلومات بسيطة عن الشركة، نكتب DXN فقط، ما نحط شعار الشركة لأن هذا غير مسموح بقوانين الشركة أنك تستخدم شعارهم وتحطه في كرتك الخاص. انت هذه بعض القوانين تقدروا تطلعون عليها. فنستخدم هذا الكرت، وهذا الكرت البزنس كارد لازم يكون معانا وين ما نروح. لقيت اي احد يقول تفضل هذا البزنس كارد مالي انا كتعريف لك وكتوصيل لك. وممكن طبعا لما انت تعرض عليه او يشوفك تشرب قهوة او في مكان قهوة او مكان عام او انت مسافر في الطيارة شربت قهوة قدامه تكلم يقول تفضل هذا الكرت مالي، اذا حبيت تطلب القهوة لما نوصل في السلامة ان شاء الله تدق علي وانا حاضر. او ممكن تعرض الفكرة على شخص وانت معاه في الديوانية تنطرون عند الطبيب الله يحفظكم، او انتظر اي مكان تقدر تكلمه تعطي الكرت هذا في رقم اتصالك يقدر يوصل لك مباشرة. بزنس كارد هذا مهم جدا وضروري جدا، حرصوا عليه لو كل واحد يكون عنده البزنس كارد. الفكرة الثانية اللي انا مسويها شخصيا، هذه الافكار يعني قاعد اسويها، هذه المنشورات. هذه كمية المنشورات اللي أنا طابعها، البروشورات طبعا طابع كمية ضخمة جدا بالآلاف من هذا البروشور. فكرة البروشور طبعا هو بروشور الشركة، حاط مني أقدر أضيف اسمي والكود مالي ورقم تليفوني. فكرته سهلة جدا. هذا البزنس البروشور عفوا في شيء يشرح المنتجات، طبعا أنا مسوي A3 يشرح على كل منتج واسمه، وهذه بعض صور شهادات الحاصل عليها الشركة. طبعا هذا بروشور الشركة نفسه أنا أخذت نسخته، بس الصفحة الثانية زدت عليه طبعا بعض المنتجات وحطيت صفحة كاملة هذه كلها معلوماتي وفريق شعار فريقي أنا ومعلوماتي صحتي وثرائي فريقي مالي أنا ومعلوماتي كلها في التواصل كلها حطيتها هني. أي شخص ممكن أنه يقدر يوصلني، وموجود طبعا كود الخصم حطيته هني. فأنا أقدر هذا البروشور أوزعه للناس وين ما أروح، في الدوام، في الديوانية، أي مكان هذا البروشور معي. أنا معي في سيارتي، في شنطتي، في دوامي، كل مكان، حتى في بيتي موجود هذا البروشور، أخذه وأوزعه أعطيه للناس. وعندي فكرة ثانية بعد إحنا ممكن نسويها، أرفق مع البروشور هذا البزنس كارد مالي دباسة ونعطي والسلام عليكم. هذا أنا ممكن بعد أعطي هدية حق أي أحد هذا البروشور، ممكن أعطي هدية. ومن الأفكار الجميلة اللي كانت حلوة وتكلمنا فيها أن في عيد الأضحى المبارك عسى الله يعود عليكم على صعيد عرفة في العام القادم إن شاء الله، قلنا إحنا ممكن نعطي هدايا نرفقها، مثلا قهوة الكريمة أو كريمة القهوة الثلاثة في واحد، أو إن القهوة السوداء على حسب، أو الشاي أو الزيمنت، ممكن أنا أرفقها كهدية وأدبسهم مع بعضهم وأعطيهم هدية حق الشخص المقابل. هدية منها يجرب المنتج، منها يقرأ معلومات عن المنتج، ومعلومات مباشرة يقدر يوصل لك أنت على طول ويقدر يطلب هذا المنتج. وبكذي أنت أعطيت معلومة كاملة حق الشخص اللي قدامك أنه كيف يفهم المنتج شنو، ويقرأ عن المنتج ويطمئن بشهادات المنتج والشركة، ويعرف شنو مطلوب، شنو تكوين المنتج هذا كله، ويقدر يوصل لك أنت على طول يطلب المنتج هذا. من الأفكار الثانية اللي ممكن إحنا نستفاد منها استقطاب الناس، أنا للحين ما وصلت على التواصل الاجتماعي، في مقدمات بسيطة بعدين نوصل على التواصل الاجتماعي، اللي هي هذه الورقة. هذه ورقة الشركة، المنتجات كلها، الأسعار للعضو لغير العضو والنقاط، وحسب الأزفي والبي في، هذه كلها تعرفونها أنتو. هذه الورقة هذه موجودة بكل فروع شركة DXN، كل دولة على حسب الدولة تلقى الأسعار وتلقى. هذه مالتنا احنا هني في الكويت، هذا اسم الشركة وعنوان الشركة وأرقام تليفوناتها وكل تفاصيلها. هذه الورقة أنا أقدر أخذها من الشركة، أقدر أصورها صورة مثلا وأجي أخذ هذه الورقة الثانية، هذه ورقة تسجيل العضو، هذه ورقة تسجيل العضو نلقاها أيضا بالفرع، أنا أخذها من فرع DXN عندنا بالكويت،
وحاط رقمي واسمي كامل السبونسر ما هني كاتبه انا وحاطهم واقدر اخذهم هالاثنين مع بعض ارفقهم مع بعضهم وادبسهم مع بعض. صار عندي ورقتين، ورقه للتسجيل ورقه للمنتجات، واقدر اعطيها واهديها للشخص اللي عطيناه من قبل البروشور هذا، يقدر ياخذهم لو حب يقرا الاسعار كل منتج، قرا عنه شنو ما شنو فيه وشنو ما فيه، قرا سعره ومش كثر ممكن يحصل منه النقاط، يروح للشركه يعطيهم هذه الورقه يملوله بياناته ويسجل تحتك وانت كذي كسبت لك عضو جديد. هذه احدى الطرق اللي انا بعد استخدمها ومن الافكار اللي انا استخدمها. هذه الاوراق دائما معاي، عندي كميه من هذه الورقه وكميه من هذه مصورهم وكاتب اسمي، هذا اسمي هنا موجود ورقمي انا مرفقين. اي احد اشوفه مهتم اشوفه ممتاز حب الفكره اقول له تفضل هذه الفكره تقدر انت تاخذها. الفكرة الثالثة او الفكرة خلينا نقول الرابعة اللي هي ممكن انا اطبع لي سي دي، السي دي ما نسيت اجيبه موجودين بالكبت، السي دي اطبعه. في بعض الناس يحب يشوف او يحب يسمع، فاقوم احط بعض الفيديوهات او بعض الصوتيات اللي تشرح عن الشركة باختصار بشكل جميل، ما شاء الله في ناس وايد يتكلموا وشرحوا، احطها على السي دي واعطي الشخص اللي يهتم للسي دي اعطيه السي دي، اقول له تفضل هذا السي دي تقدر انت تسمع وتقدر انت تشوف في السياره في كل مكان انت تقدر تسمع هذا الشيء. هذه فكره السي دي مهمه جدا وحلوه جدا. ايضا عندنا الفكره الثانيه الحقيبه الشبكيه او حقيبه التسويقيه للموزع. انا وين ما اروح هذه حقيبتي معي موجوده، هالشنطه هذه معي تحتوي على، طبعا انا شايل منها الاشياء، مجموعه اكياس انواع من القهوه هذه لازم تكون معي، تمام، شاي، زمنت، اي منتج اقدر اشيله في الشنطه هذه اشيله. طبعا كميه من البروشورات اقدر احطهم معي هذه في الشنطه. واهم شيء، اهم شيء اللي انا انصح فيه صراحه هذا الكتاب، كتاب دي اكس ان، هذا مهم جدا لو كل شخص يحصل عليه يبيعونه في الشركة. موجود في معلومات كاملة في الصور عن الشركة، شرح كل هذه فكرة الشركة. طبعا عارفينها هذه الورقة وهذه الصورة انتم عارفينها عدل، وفيها عن شرح عن فكرة الشركة وتأسيس الشركة ومكان الشركة والمنتجات وما منتجات كلها. واخر شيء وهذا شيء مهم جدا، صورة عن بعض الشهادات الحاصلة عليها الشركة، مهم جدا هذه نقدر نوريها أي أحد يقدر يشوفها. وآخر شيء موجود في قوانين الشركة اللي هي 30 قانون اللي تقريبا أغلبها سويت فيها محاضرات لكم من قبل، سويت لكم هذا الشيء. مرة ثانية رجعنا لكم الحقيبة التسويقية اللي كنا نتكلم عليها، قلنا لازم تكون فيها عدتك هذه مالتك انت كموزع كتعمل في البيع المباشر، الحقيبة التسويقية لازم تكون موجودة معاك، قلنا يتوفر فيها تحط فيها المنتجات اللي تقدر تشيلها دائما معاك، اللي تقدر خفيفة اللي مناسبة لأي مناسبة تقدر انت تستخدمها. انا دائما استخدم القهوة، اشيل معاي القهوة مالتي وين ما اروح، ومرات الشاي، مرات بعض المنتجات اللي اقدر اشيلها معاي اوزع هدايا وين ما اروح، اقعد في الديوانية عند الشباب في الشغل في اي مكان. حتى قبل كم يوم كنت مسافر في الطيارة، افتح القهوة طلبت الماي الحار في الطيارة وقعد اسوي واحط الكيس، احط المغلف قدام الطاولة مالتي عند في الطيارة عشان اللي حولي يشوفون، اثير فضول الناس حولي. فقلنا نحط فيها الحقيبة هذه التسويقية، نحط فيها المنتجات ونحط فيها سي دي مالي اذا اقدر، انا مثل ما قلت تكلمنا من الساعة نحط فيها، نحط فيها مثلا البروشورات مالتنا والمنشورات اللي احنا سويناها. ايضا مهم جدا قلنا نحط فيها النوتة والملاحظة مالتي هذه حتى ادون وسجل ووثق كل ملاحظاتي، كل افكاري، كل شغلي، ايش ما يصير معاي اسجله اوثق، بعدين راح استفاد منه اكثر. واذا وثقنا شغلنا مثل ما تكلمنا ودائما نتكلم في دي اكس ان، وثقوا وثقوا وثقوا، هذا ابلغ للتوصيل وابلغ للناس يشوفونكم انتم قاعدين تستخدمون المنتج. هذه فيما يخص الحقيبة التسويقية اللي دائما تكون معنا. الحين يدور التواصل الاجتماعي. التواصل الاجتماعي في كثير من البرامج المنتشرة على دول العالم لها مراكز أولى في التواصل الاجتماعي، أولها وأقواها هو الواتساب.
اللي عن طريقه اللي الحين انتم وصلتكم محاضرتي هذه ودرسي وعرفتوني وعرفتكم وممكن شفتوني وبعض شفت البعض منكم وسمعت وتكلمت مع البعض منكم. الواتساب تكلمنا من الساعة بداية المحاضرة ان الليستة مالتنا نحطها ارقام التليفونات اللي عندنا ونقسمهم هوت كولد وورم، نختار الناس النشيطين ونختار اللي عندهم اهتمام ونختار الناس اللي يبون يشتغلون ويبون ياخذون يهتمون بصحتهم ونكلمهم نعرض لهم الفكرة، وحتى الناس اللي ما يبون نعرض لهم يمكن يغير فكرة ممكن يتغير تفكيره ويطلب ويوافق وان يستهلك المنتجات الصحية عشان يستفاد صحيا ويساعد جسمه على زيادة المناعة وعلى زيادة غلوية الدم والصحة اللي انتوا عارفينها هذه. فقلنا الواتساب هذا أهم شيء وأقوى شيء نقدر ندعو من خلاله. أولا الحالة، حالة الواتساب نحط فيها مثلا معلومات عن الشركة عن المنتجات، كأني أقول جهة الاتصال اللي عندي ترى في منتج يا مرضى القولون في الميكوفيجي ممكن يفيدكم، يا سكري الله يفيكم ويحفظكم يا رب ممكن تستخدم كذا وكذا، الفطر الريشي ممكن كذا ممكن كذا، وممكن نعرض المنتجات اللي تساعد الجسم على الشفاء من هذه الأمراض. فنحط ونعرض الحالات على الشركة على حالة الواتساب، خلي اللي عندنا باللستة يشوفون ويسمعون يثير فضولهم يقومون يكلمونك يدقون عليك. مهم جدا عندنا نسوي جروب على الواتساب خاص، انتبهوا لهذه النقطة، انشأ جروب خاص فيني اسمي مثلا كيف أبدأ واكتب مقدمة حلوة بسيطة، الدعوة للانضمام من مجموعة كيف أبدأ، الناس في هذه الحياة سوف ينسون ما قلته أو ما فعلته لهم ولكن لن ينسى أبدا حينما تساعدهم على تغيير ظروف الحياة الصعبة، يعني نحفزهم في كلام أن اهتموا في صحتكم أو أن ممكن تشاف كثير من الأمراض ومع اللي بغير ظرف المادي وكذي وننشرها. هذا الجروب او هذا رابط الجروب اقدر انشره عند الليستات الناس اللي عندي وانشره في موقع مهم اللي هو موقع الجروبات العربيه، موقع دليل الجروبات العربيه، واقدر انشره في اي جروب عندي اعلاني اقدر انشره واقدر اوديه انشر هذا الرابط وخلي الناس تدخل. بعد ما اجمع عدد معين مثلا انا احدد 20 30 50 شخص 100 شخص اسكر الجروب وأبدي أعطيهم محاضرات إرشادات كيف يشتغلون كيف ينضمون للشركة وكيف أدعوهم للشركة وأسجلهم للشركة. فلما يسجلون ويخلصون أسكر الجروب، بعدها أجي واستخدم القمع التسويقي، معروف الأقمع التسويقية هي المهتم جدا اللي حريص جدا هذا أخذه واهتم فيه وحطه في جروب ثاني أعلى، جروب يدربه كيف يكون موزع كيف يكون نجم مؤهل وكيف يصعد ويتعلى في المراتب، أما الباجين اللي مو مهتم أصفيهم أقول له خلاص، أقول له خلاص ما في مجال بعد، اللي يحب حياه الله واللي ما يحب سلام عليكم، بعد ثلاثة أيام نلغي هذا الجروب ونسكره، واللي اهتم نقلناه بجروب ثاني اعلى، واللي ما اهتم نقول له خلاص يعطيك العافيه ان شاء الله ربي يوفقك. هذه كفكره الجروبات، وقلنا لا ننسى ان احنا ننشر هذه الجروبات الواتساب. الفكره الثانيه او الطريقه الثانيه هو الفيسبوك، طبعا اسوي الجروب على الفيسبوك لان بعض الدول مثل مصر والعراق يحبون الفيسبوك ويهتمون في الفيسبوك اكثر من برامج انستغرام وغيره مثل الخليج، فانشئ الجروب على الفيسبوك واهتم واشرح فيه واتكلم فيه واحط فيه. ملاحظه، كل ما كان الشخص نفسه وجهه يطلع ويتكلم مثل ما قاعد تشوفوني الحين كل ما كان ابلغ واحسن في توصيل المعلومه. الطريقة الثانية أو الأسلوب الثاني أو البرنامج الثاني اللي الناس تستخدمه هو الفيسبوك. فيسبوك من البرامج الكبيرة اللي ما بنتكلم عنه معروف، بس في بعض البلدان يستخدمون الفيسبوك عندهم أو البرنامج الأقوى عندهم مشهور مثل مصر والعراق، لثقل كبير البرنامج عندهم، فنركز بعد على الفيسبوك. شلون؟ نسوينا جروب
خاص فينا بجروب فريقي مثلا، مثل ما انا مسوي جروبي صحتي وثرائي مع دي اكس ان، ابدي انشر فيه معلومات عن الشركه وعن المنتجات وعن طبيعه المنتجات والمكملات الغذائيه، اشرح عنها والمواد مستحضرات التجميل والمواد الاستعمالات الشخصيه والشاي والقهوه وغيره من المنتجات، ابدي اشرح عنها واتكلم عنها في الفيسبوك. طبعا مهم جدا وملاحظه مهمه جدا ركزوا عليها، كل ما بثينا لايف تصوير اتكلم كل ما كان افضل واحسن في جميع مواقع التواصل، هذا ابلغ للوصول وابلغ للسامع وابلغ في توصيل المعلومة. انتم تلاحظون كثير من الناس يطلعون يتكلمون، دكاترة وغيرهم ما نبي نسمي اسامي بالانستغرام وغيره، يطلعون يتكلمون ويشرحون لايف، هذا ابلغ للتوصيل الفكرة للناس. انا لما مثل ما انتم الحين قاعد تشوفوني في المحاضرة اكثر افضل ابلغ للتوصيل للناس. فالفيسبوك نحرص على ان نفتح لايف، افتح لايف واتكلم، اقعد اتحاور مع الناس، اشوف عدد المتابعين، عدد الناس اللي يشوفوني في اللايف، عدد الناس اللي تشير اللايف، تعطي شير حق فلان وحق فلان، اسوي عروض في الفيسبوك مثلا، اللي يسوي اكبر عدد شير للهديه الفلانيه، مثلا شامبو او كرتون قهوه او شاي او اي شيء اخصصه. ولا ننسى مهم جدا في جميع برامج التواصل نحط مع الاسم والعنوان هاشتاغات، مثلا هاشتاغ دي اكس ان، هاشتاغ دي اكس ان بالعربي بالانجليزي، هاشتاغ غانوديرما، هاشتاغ الفطر الريشي، هذه الهاشتاغات في محركات البحث تطلع حساباتنا عند الناس ويشوفونها. مثلا شخص ما يعرفك يبي يقرا الجانوديرما والفطر الريشي، فيكتب الجانوديرما ويحط هاشتاج، وانت حاط هاشتاج فيلقى موضوعك، يفتح على موضوعك في الفيسبوك مثلا، يمكن يشد موضوعك ويشد اسلوبك وكلامك، فيقوم يتواصل وياك، وطبعا يطلب تسجيل او يطلب طلب المنتجات هذه. انا صارت معي الحمد لله، انا في جوجل ما شاء الله، يعني اي احد يكتب راح اي شيء راح يلقوني موجود. كلموني كثير من الناس قالوا لقينا صور مثلا لك في جوجل، ولقينا كذا ولقينا كذا ولقينا كذا في 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 المحركات البحث، نبي المنتجات ونبي فكرة العمل شلون تكون. والحمد لله صار في تواصل وسجلتهم ضمن فريقي وناس اشتروا منتجات. فلا ننسى قلنا الهاشتاجات. وفكرة ثانية مهمة جدا ان احنا نسوي صورة، هذه اعتقد اللي يعرف الفوتوشوب او اي برامج الحين موجودة في التليفون، نكتب على الخلفيات، نكتب نختار اي صورة حلوة تكون مناسبة، خلفية تكون مناسبة، ونكتب عليها مثلا نحط صورة الفطر الريشي، علبة الفطر الريشي من فوق، ونكتب اسم الفطر الريشي، ونكتب من تحت باختصار فوائده بشكل جميل، بشكل مرتب حلو وبشكل واضح، ونحط لطلب المنتج رقم تليفوننا. هذه الصور نحاول نعملها لكل المنتجات على حسب مقدرتنا، اسوي هالقهوة السوداء مثلا 2 في 1 واكتب هي تحتوي على كذا كذا، ونسبة الفطر الريشي فيها كذا، ونسبة الكافيين فيها كذا، واشرح عنها معلومات تكون بخط جميل بخط واضح، وانشر هذه الصورة اللي فيها اسمي او فيها رقم تليفوني والكود الخصم مالي، وانشرها في الفيسبوك او انشرها في انستغرام او انشرها في جميع برامج التواصل. هذه فكرة ثانية. عندنا من البرامج الثانية برنامج الانستغرام، هم مهم جدا انك تفتح لك حساب بالانستغرام، لان شريحة كبيرة من المجتمع في الوطن العربي يطالعون الانستغرام وما يحبون الفيسبوك، في كذي وفي كذي، في ناس كل الناس يحبون برنامج معين، في ناس يحبون الفيسبوك ويحبون الانستغرام، وفي اصلا البرامج لها مميزات تفرق عن الثانية. الفيسبوك انا اقدر انزل فيديوهات طويلة واقدر اتحاور، الانستغرام فيديو مدته دقيقة فقط واقدر افتح فيه لايف، وهني اقدر احط فيه لايف، فاقدر احط هني في التي في وهني في اللايف بنفس الشيء. ما نبي نتكلم على مميزات البرامج، نبي نتكلم على مضموننا في هذه البرامج. انستغرام افتح لي حساب خاص فيني، طبعا نحرص على انه يكون في شعار الشركه او انه يكون دي اكس ان اسم الشركه، وقلنا لا ننسى الهاشتاجات، وابدي انزل الصور اللي انا سويتها، انزلها واسوي فيديوهات واتكلم فيها. قلنا لو انا امسك المنتج واشرح فيه مثل ما انا مسوي في حسابي، تقدرون تطلعون على انستغرام، اشرح واتكلم عن المنتج، عندي معلومات عن المنتج من الشركه اتكلم فيها. طبعا لازم نكون حريصين في الكلام على المنتج، لازم نكون دقيقين في الكلام على المنتج، نوصل المعلومه بشكل صحيح، وعدم ذكر المنتجات كعلاج هذا ينافي قانون الشركه، مثل ما الشركه ذاكرته، مثل ما كلكم تعرفون هي مكملات غذائيه تساعد الجسم على الشفاء وليس
علاجات تعالج الأمراض، هذه نقطة مهمة لازم ننتبه لها. نتكلم ونشرح، ولو نفتح لايف بعد نفس الشيء، فكرة جميلة جدا. نشرح الانستغرام له خصوصية ولا هيئة ولا طريقة معينة غير عن الفيسبوك. قلنا شوي الفيديوهات مدتها دقيقة، فراح تكون أسهل عند بعض الناس إن مدة دقيقة إني أتكلم على منتج بشكل جميل وشكل سريع وأوصل المعلومة، هذا يكفي. في ناس يملون من المشاهدات الطويلة المملة، في ناس لا بسرعة بسرعة يشوفون، وهذا أبلغ وأفضل الانستغرام. وعندنا نفس الفكرة برنامج لتويتر. لتويتر نقدر ننزل فيه مقالات ككتابة، ونقدر فيه ننزل فيه صور، وننزل فيه فيديوهات مدة لا تتجاوز 2:20 تقريبا فيما أذكر. فننزل فيه من الناس تدور لتويتر، فيه من الناس تدور الانستغرام، فيه من الناس تدور فيسبوك. فأنا في كل مكان أفتح لي حساب، وأحرص جدا أن يكون نفس الاسم في كل البرامج، لا يكون هني مثلا اسم والفيسبوك اسم والانستغرام اسم والتويتر اسم. لا، لا تشتت الناس عن أسماء كثيرة. أنت كشخصك اختار لك اسم واحد وخصص فيه نفس الشيء. أنا مثلا صحتي وترائي في اليوتيوب، صحتي وترائي في الفيسبوك، صحتي وترائي في التويتر، دي اكس ان صحتي وترائي، دي اكس ان كويتي في الانستغرام. فأحرص أن يكون الاسم متشابه موحد. ليش؟ علشان الناس تحرص وتلقى سهولة الوصول لك والتواصل معك. ولا ننسى قلنا في كل انستغرام احط بالبايو مالي، احط معلوماتي، طريقه اتصال فيني، مختصر بسيط عن الشركه، وكل صوره انزلها احط تحتها الهاشتاجات في الانستغرام او في التويتر، احط معها الهاشتاجات. قلنا هذه تسهل على الناس طريقه الوصول لك، وطبعا ارقام تليفوناتك تكون موجوده وصفاتك تحت الصوره مالتك او الفيديو مالك بالانستغرام. اي صوره تنزلها انت تحرص انك تنزل هالمعلومات، راح تلقاها موجوده، الناس يلقونها موجوده بسرعه ويتواصلون وياك. ايضا برامج السناب شات، لا فئه من الناس يشوفون سناب شات. الحلول الجميله فيه ان احنا لو نصور لايف نتكلم، هذا شيء جميل جدا. يعني انا اروح الشركه مثلا اتكلم وانا داخل الشركه، خلفية المنتجات وراي في الشركة، الإضاءة جميلة طبعا ما شاء الله، شركة حريصة على أن تكون مكاتبها وفروعها بالعالم جميلة جدا والديكور جميل جدا. فأتكلم عن المنتجات، أمسك المنتجات وأشرح عنها، أقدر أستقطب ناس كثير في السناب شات. هذه فكرة عامة عن برامج التواصل واللي نقدر احنا نستغلها بالطريقة هذه. بقى عندنا اخر موقع واخر برنامج مهم جدا ويجب على الكل انه يحرص عليه، الا وهو اليوتيوب. اليوتيوب اكبر مساحة لنشر والتعليم والشرح عن الشركة، وفيها مميزات كثيرة جدا جدا جدا. افتح لي قناة على اليوتيوب واسميها مثل ما قلنا نفس الاسم اللي في الفيسبوك والانستغرام. وطبعا الشيء الجميل في هذه البرامج انك ممكن تربطها في بعضها، مثلا انا انزل في انستغرام اقدر اضيف حساب الفيسبوك على الانستغرام، واقدر اضيف التويتر على الانستغرام، واقدر اضيف الفيسبوك على اليوتيوب. فانزل الشغله هني تنزل هني وتنزل هني وتنزل هني، هذا شيء جميل. انزل في اليوتيوب، اليوتيوب يعطيني خيار، انا اقدر انزلها في الفيسبوك، او اذا عندي بلوجر بلوج موجود عندي او موقع عندي اقدر انزل فيه نفس الفكره. فاليوتيوب جميل جدا، يوتيوب يحوي على مساحة كبيرة من تنزيل الفيديوهات، وتقدر انت تنزلها بشكل جميل وتشرح عنها وتحط هاشتاغات طبعا، وكل فيديو تقدر تكتب خلاصة تحته عن الشركة، عنك انت، مواصفاتك، اسمك، رقم تليفونك، طلب المنتجات. فانت تبدع في التصوير، في الكلام، في توصيل المعلومة بشكل بسيط وسهل للناس بشكل جميل عن المنتج، يكون صادق طبعا في الكلام، اكيد هذا شيء موجود فيكم كلكم. نشرح عن المنتج بشكل مبسط دون المبالغة فيه، دون التعظيم فيه، توصيل الفكرة للناس بالمنتج نوصل لهم، ونقدر نتابع ونشوف اللايكات، ونقدر نشوف الناس اللي تحط لنا تعليقاتها، نقدر نرد عليها، ونقدر نكتب تحت الفيديو لأي أي تعليق أنا حاضر، ضع سؤالك تحت الفيديو أو ضع تعليقك تحت الفيديو، يسرني تعليقك تحت الفيديو، تواصل معي على الواتساب لأي استفسار. خلي كونكت بينك وبين الناس، خلي سهولة الوصول لك أنت تكون سهلة جدا. يعني خلي رقم تليفونك بكل مكان، واتسابك دائما أنت مستعد وجاهز وشغال، أي دولة في العالم ممكن تكلمك. يعني من المواقف الجميلة اللي صارت لي أنا بهالأمور هذه، جاني اتصال من هولندا،
يعني احنا بالكويت وهولندا، فكلمني اخ يقول لي انا ابي المنتجات شلون اوصل لها وشلون احصلها. فعلى طول قلت له المطلوب منك اذا تحب اسجلك مجانا في الشركه عشان تصير لك خصومات ويصير لك خصم في الاسعار. قال لي ما عندي مشكله، اضفته وسجلت معلوماته واخذت عنوانه في هولندا. رتبنا له الامور ان نرسل له شحنه. هولندا ما فيها فرع للحين، بس الاتحاد الاوروبي في بعض الدول القريبه منا فيها فروع، فنشحن له المواد من هناك نوديها له لين توصل له للبيت عنده. وكذي هو راح يستفاد وانت بعد استفدت وكسبت لك عضو جديد في فريقك. ونفس الشيء صارت معاي، عندي في احد الاعضاء يعني من استراليا، عندي في يعني الجميل في الشركه ان اي انسان في العالم ممكن انه يشترك معاك ويكون موجود معاك في دي اكس ان، وممكن يستفاد صحيا ويعتني بصحته ويستفاد ماديا. هذه خلاصة العلم الفاصل في النشر في مواقع التواصل. سامحوني إذا طولت عليكم أو إذا ثقلت عليكم. أي استفسار، أي معلومة، أي شيء تبونه حطوه تحت الفيديو، الفيديو راح نزله على اليوتيوب، أو تواصلوا معي على أرقام تليفوناتي أو على الواتساب، جروب الواتساب عندنا، أو أي برنامج تواصل راح تلقوني فيه فتاح الراشد، تواصلوا معي أنا بالخدمة بأي وقت إن شاء الله تحت أمركم. حياكم الله. طبعا قبل لا أختم بالنهاية نسيت برنامج التليجرام، هم له شغلات حلوة ممكن نسوي فيه جروبات وننشر فيه ونتكلم فيه. هم ما ننسى التليجرام مشابه للواتساب تقريبا، وفكرة الواتساب نعمل فيه هذه الأمور كلها. لا تنسون الاشتراك في القناة اليوتيوب عشان يوصلكم كل جديد، وإذا عجبكم أسلوبي كلامي طرحي لا تنسون اللايك والديسلايك. هم حياكم الله. أي ملاحظة، أي استفسار تحت الفيديو حطوا لي أو على الواتساب. حياكم الله. وفي الختام نحمد الله عز وجل على تيسيره لنا وتسهيل لنا وتسجيل هذه المحاضرة. ونصيحتي النهائية لكم جميعا، احرصوا على العمل مع دي اكس ان واستهلاك المنتجات والتكلم بعد الاستهلاك مع الناس في هذه المنتجات وهذه الشركة الجميلة اللي عطتنا الصحة وعطتنا الثراء بعدها. واهم شيء عندنا احنا صحتنا، ان نكون في صحه وعافيه، والكل يتمنى ان يكون في صحه. واسالكم، اسال الله سبحانه وتعالى ان تكونوا في اتم صحه وعافيه، والقاكم ان شاء الله في محاضره ثانيه وانتم على اتم صحه وعافيه. حياكم الله ويعطيكم الصحه والعافيه. اخوكم فتاح الراشد من الكويت، والسلام عليكم.